نروح مع حضراتكم في جولة الصحافة العربية والدولية والوقفة الأخيرة في صباح الخير يا مصر. هنفتح نافذة على أهم العناوين والمنشطات وتطورات حرب غزة وأبعادها السياسية والإنسانية، خصوصا بعد قيام إسرائيل بتجريف مقبرة تاريخية في خان يونس. خلينا نقرأ التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر، رئيس قسم الخارجي بجريدة الدستور. صباح الخير عليك. السيد فندم، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. خلينا نبدا على طول مع السي ان ان وتصريحات هامه لطبيبه بعد عودتها من غزه بتكشف فيها حجم الماساه الانسانيه اللي موجوده في غزه. والتصريح للطبيبه بيقول: طبيبه بريطانيه بعد مغادره غزه اشعر بالخجل لاننا نفعل هذا باخواننا البشر. تؤكد اغلبيه الضحايا من الاطفال. كلمنا عن المشهد زي ما روته الطبيبه. هو بالفعل شبكه سي ان ان الامريكيه رصدت في تقرير ليها من خلال الحوار اللي اجريته كريستيان امامبور مع طبيبه بريطانيه شاركت في علاج المصابين في قطاع غزه، هي رصدت يعني اصابات وانتهاكات غير مسبوقه، يعني اكدت ان احنا لابد ان العالم يشعر بالخجل نتيجه هذا الامر والتخلي عن الفلسطينيين. شهادتها ايضا مهمه للغايه، اكدت ان المستشفيات في غزه تم استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد من قبل اسرائيل، الامر الذي يحول دون اي فرص لعلاج المصابين اللي بيبلغ عددهم الان حوالي اكثر من 60,000 مصاب. من الحرب على البشر للحرب على الحجر، يعني حرب مستمرة على دور العبادة والأماكن التراثية والتاريخية في قطاع غزة. يعني تقرير بنقراه في بي بي سي: ماذا نعرف عن المساجد والكنائس المدمرة في قطاع غزة؟ يعني كلمنا عن تفاصيل هذا التقرير، وهل في رصد للأماكن التاريخية ودور العبادة اللي تم استهدافها في قطاع غزة؟ بالفعل شبكة بي بي سي البريطانية رصدت في تقرير مهم لها استهداف إسرائيل بشكل متعمد وواضح للمساجد والكنائس في قطاع غزة. شبكة بي بي سي رصدت لوحدها استهداف وتدمير أكثر من 117 مسجد وكنيسة، معظمهم مساجد، بخلاف طبعا تقديرات السلطات في قطاع غزة أكدت أن الاحتلال استهدف حوالي 378 مسجد وكنيسة في قطاع غزة. من المساجد طبعا في مساجد تاريخيه واثريه، وبرضه الكنائس لم تسلم من العدوان، زي كنيسه القديس بورفوريوس، دي بيعود تاريخها لحوالي 1500 عام او اكثر، تم استهدافها من قبل الاحتلال رغم ان الناس لجأوا اليها للهروب من ويلات الحرب، واعتقدوا ان الاحتلال من الممكن ان لا يقدم على استهداف الكنيسه بخلاف المساجد، لكن الكنيسه تم استهدافها رغم وجود المدنيين بها ورغم انها تاريخيه، لكن لم يشفع عليها هذا الامر. التقرير تحدث على ان الاستهداف الاسرائيلي سواء للمساجد او الكنائس ده بيتم ايضا بشكل متعمد لانهاء اي صلات ما بين سكان قطاع غزه وبين تاريخهم القديم. طيب، يعني يبدو ان ما فيش حد بينجو في غزه من العدوان الاسرائيلي، احنا شايفين لا الاحياء ولا الاموات. البي بي سي نيوز بتقول ان حصل فعلا تجريف كمان للمقابر في خان يونس. بالفعل يعني حضرتك كما ذكرت لم يسلم لنا اموات ولا الاحياء من العدوان والهمجيه الاسرائيليه. اسرائيل لم تكن اول مره تقوم بنقش القبور ورفات الموتى سواء في خان يونس او قبل ذلك في حي التفاح في غزه وغيرها. هي بتزعم ان هي بتبحث عن جثث لمحتجزيها الذين قتلوا جراء القصف الاسرائيلي على المناطق التي تواجد فيها المقاومه، لكن بالفعل يعني هي لا يوجد لا جثث محتجزيها او غيرها، هي لم تعلن حتى الان عن اكتشاف اي جثث لمحتجزيها، انما هي تهدف بالاساس الى تدمير التراث الفلسطيني والتنكيل بالفلسطينيين حتى في موتاهم من اجل دفعهم على النزوح والتهجير القسري. طيب، من أجواء الحرب في غزة هنختم مع حضرتك جولتنا الصحفية بخبر يعني مبشر ومبهج من مصر، يعني نقلا عن سكاي نيوز تحت عنوان: الأعلى في تاريخها، مصر تستقبل 14,900,000 سائح في عام 2023. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. بالفعل يعني هذا الاعلان اللي اعلنته الحكومه المصريه كان له صدى عالمي وليس فقط صدى داخلي. لاول مره معدلات السياحه في مصر بتسجل معدلات غير مسبوقه،
وصلت لحوالي 14.9 مليون سائح، ده أعلى رقم تاريخي وصلت لمصر، متجاوز الرقم اللي تم تسجيله في 2010 كان حوالي 14 مليون و7 من 10 مليون سائح. اللافت في التقرير أيضا كما حضرتك ذكرت أنه في الربع الأخير من العام الماضي 2023 كان في ارتفاع في معدلات السياحة بلغت 8% رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية اللي بتحيط بالمنطقة، بما يؤكد أن مصر ما زالت وجهة آمنة وجذابة للسياح من كافة أنحاء العالم. وفي توقعات أيضا مبشرة بأن العام الجديد 2024 أن مصر تشهد تسجيل 18 مليون سائح. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عمر رئيس قسم الخارجي بجريدة الدستور، شكرا جزيلا لحضرتك.